طب انا يا جماعه عايز اسال سؤال بخصوص المساعدات. لا انا مش هقول لك انه بس مصر يعني هي نمره واحد، هي صاحبه الدور الاكبر، وزي ما قلت لك اكتر من 85% ان لم يكن 90% كمان من المساعدات اللي بتوصل هي المساعدات المصريه. انا سؤالي ليه يعني ليه احنا اللي شايلين الشيله دي؟ يعني خلي بالك، وده مش معناه ان احنا عندنا مشكله ان احنا نشيل الشيله. مصر عمرها ما كان عندها اي مشكله على الاطلاق في دعم اي شعب عربي وغير عربي على الاطلاق. مصر طول الوقت في حاله دعم حقيقي لاي مجتمع يعاني من ازمه انسانيه. اي مجتمع، اي شعب، اي تكتل بشري يعاني من ازمه انسانيه، مصر الحقيقه ما بتصنفش. لكن بجد ليه مصر؟ لا، واحنا ليه ما فيش حد بيقدف معانا؟ يعني ليه كل العالم تقريبا 15% بس؟ ده وضع غريب جدا حقيقي، مش لاقي سبب واحد، ومش قادر اخد ذهني يبعد بعيد في حتت مظلمه. كل الدول اللي بتشارك، كل المؤسسات اللي بتشارك، يا دوب 15% من اللي وصل لفلسطين. في شلل في التفكير، في حاجه غلط عندي انا، يعني ما اكيد في حاجه انا مش فاهمها. هم كويسين، أنا اللي وحش. طيب، هل المسألة بشكلها ده أو المعادلة بتاعت ليه كل الناس دي 15% نفس المعادلة بعيدة عن معادلة متعلقة بالإزدواجية المخيفة لدى الغرب في التعامل مع مفاهيم الإرهاب وجرائم الكراهية؟ أصل الغرب لما يقعد يشوف اللي بيحصل جوه الأراضي الفلسطينية وجرائم شديدة العنصرية شديدة التطرف، ولما يحب يركز يقوم يروح يركز على إيه؟ يقول لك ده المسلمين هم دول الإرهابيين، العرب إرهابيين، المسلمين إرهابيين. لا، ما أنا لازم أفهم ايه السر وراء هذه الازدواجية، والى متى سوف تستمر هذه الازدواجية. خلوني بعد اذن حضراتكم اطرح هذه الاسئلة لعلي اجد جوابا شافيا عند دكتور علي يحيى، الكاتب الصحفي ومستشار العلاقات الدولية، محدثنا من لبنان. اهلا بك يا دكتور. اهلا بكم طبعا، تحياتي لحضرتك، تحياتي للمشاهدين. انا بتشكركم على هذه الاستضافه وعلى هذا الموضوع العميق واللي بيحتاج طبعا بحث ونقاش معمق حول دلالته. اشكرك دكتور. دكتور طيب، يعني قدر الاستطاعه مهم عند شخص المتواضع جدا ان انا افهم ايه سر الازدواجيه المستمره، رغم انه الشواهد تقول الارهاب هو الارهاب، الجرائم العنصريه هي جرائم عنصريه، الفصل العنصري هو فصل عنصري، الجرائم الكراهيه هي جرائم كراهيه. ليه الغرب يقرر فقط انه يحاكم نوعيه معينه من البشر ويترك الباقين حتى ولو كانوا بيقوموا بهذا الجرم على مرأى ومسمع من العالم وعلى الهوى؟ يعني بغيت لا شك انه نحن انطلق بالثلاثين سنه الاخيره نقاش حول فلسفه وماهيه الارهاب، والسؤال الثاني كان متعلق بتقويم الفعل الموصوف بالارهابي. طبعا حتى اللحظه ليس هناك توصيف سياسي او قانوني للارهاب، بل حتى اللحظه هناك غموض محيط بمصطلح الارهاب، وهذا الغموض هو مقصود لكي يتم استخدام الارهاب وتعريفه وفق مصالح سياسيه للدول
الأكثر قدرة على التأثير وفق مصالحها الخاصة. يعني على سبيل المثال نحن لو بدي أقارن أنا ما يجري حاليا في فلسطين وما جرى في أوكرانيا على سبيل المثال، خلال سنتين من المواجهة المسلحة أو الحرب أو العملية العسكرية سميها ما شئت التي تجري في أوكرانيا، في حوالي 9800 ضحية من المدنيين الأوكرانيين. ومع هذا فرض على روسيا 14,000 بند من العقوبات، واعتبر ما تقوم به روسيا نوع من إرهاب الدولة. بينما وخلال أقل من 45 يوم في عنا أكثر من 12,500 ضحية في فلسطين، ومع هذا لم يفرض ولا بند من بنود العقوبات التي فرضت على روسيا، ولم توصف دولة الاحتلال بكونها دولة الإرهاب الشمولي. والإرهاب عادة هو مصطلح وصفته حنا أرملت بأنه جنة الإرهاب الشمولي، وكان طبعا هذا استخدم مصطلح الإرهاب أكثر على المنظمات دون الدول، ولم يستخدم بشكل كبير على الدول نتيجة هذا الغموض اللي حكينا عنه بالبداية. طبعا لا شك أنه هناك ازدواجية بالمعايير، ازدواجية تقع فيها بعض الدول وليس دكتور علي ازدواجية تقع بها. أنا بحاول أسمعك يا دكتور علي بس الخط بيقطع جامد، بس المقاربة والمقارنة التي وضعها الدكتور علي يحيى مهمة جدا، ولن كل الشكر للدكتور علي يحيى الكاتب الصحفي ومستشار العلاقات الدولية من لبنان.